امبارح كان عندنا يوم حافل، اللي هو بصراحة كل يوم هنا في شغل جامد جدا، وتحديدا في الويك اندز. امبارح كان عندنا يوم مكسر الدنيا، مش مكسر العلمين الجديدة بس، حفلة عمرو دياب الهضبة الميجا ستار اللي مشرفنا في كل حتة في الدنيا، والنجم الكبير كريم عبد العزيز واحد من أهم نجوم الوطن العربي ومصر، بيستمر في اليوم الثاني على التوالي في مسرحيته، هو النجمة الكبيرة نيلي كريم، مسرحية السندباد اللي بسم الله ما شاء الله يعني سولد اوت في الثلاث ايام اللي هم بيعرضوا فيهم في مدينة العلمين الجديدة. احلى حاجة انا حضرت العرض بتاع سندباد، احلى حاجة تفرح بيها جدا ان الاسرة المصرية موجودة. احنا مفتقدين طبعا المسرحيات، ما كانش عندنا الفترات اللي فاتت مسرحيات كتيرة على غرار ما كان بيحصل ويحدث قبل كده في عصور سابقة وسنين سابقة لنجومنا الكبار، يعني من غير ما انسى حد زي النجم العظيم ربنا يديله الصحة عادل إمام، والنجم الراحل سمير غانم، والنجم محمد صبحي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فانك تلاقي الأسرة المصرية بمختلف بقى مستوياتها ومختلف أعمار الأسرة، والضحك اللطيف الجميل اللي ما فيهوش خروج يعني عن الآداب وعن التفاصيل اللي احنا بنتضايق منها، الناس كلها خارجة مبسوطة والناس كلها فرحانة. نجم محبوب وجميل وفي كل السمات والصفات اللي الواحد يتمنى ان هي تكون موجودة في نجم كبير يصلح ان الناس كلها تحبه وتعتبره واحد من افراد الأسرة المصرية، النجم الكبير كريم عبد العزيز. ومسرحته يعني ما شاء الله مكسرة الدنيا هنا في العالمين الجديدة. الناحية التانية عمرو دياب عمل واحدة من أجمل حفلاته السنين اللي فاتت، طبعا عدد حضور يقترب من حوالي 30,000 متفرج كان موجود في حفلته امبارح في مدينة العالمين الجديدة، تحديدا في مسرح اليو أرينا، مسرح وستيج جامد جدا 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 مخصص ومعمول تحديدا. طبعا هنا في أكتر من مكان مخصص للحفلات في العالمين الجديدة، ولكن اليو أرينا هو مسرح معمول خصيصا وديزايند مصمم للميجا ايفنتس، للحفلات الكبيره، سواء بقى الميوزيكال كونسرتس، الحفلات الغنائيه او غيرها من الحفلات الفنيه، بس هو مجهز تجهيزات جامده جدا. وبعدين المكان بتاع اليو ارينا مكان اللي هو زي اللي بنشوفه في اي حته في اوروبا للحفلات الغنائيه الكبيره، مكان كبير جدا للباركينج، مكان كبير جدا جوه الارض بتاعت المسرح نفسه، المسرح والستيج نفسه مجهز بشكل هايل على احدث واحلى مستوى، سواء في الساوند سيستم، اللايتنج سيستم، كمان الفاير ووركس وكل التفاصيل دي. عمرو دياب امبارح كان زي بيقولوا كده ايه في منتهى الروقان، امتع جمهوره طبعا اللي بالملايين من المحيط للخليج، الناس كانت مبسوطه جدا بالحفله امبارح. هو حتى طول عن الوقت العادي والطبيعي اللي هو بيكون موجود فيه من كتر ما كان هو متسلطن ومبسوط بالاجواء، وشكر الشركه المتحده وشكر بنش مارك وشكر كل المسؤولين اللي وفروا له الامكانيات دي وان هو يكون موجود مع جمهوره في مدينه العالمين الجديده.